في جانب آخر، خاطبت اللجنة التنظيمية لكرة القدم بمجلس التعاون لدول الخليج العربية مقرها البحرين الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتحديد ممثليه في النسخة 27 من بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري والكأس بدول المجلس. وكان الأستاذ ميرزا أحمد الأمين العام المساعد اللجنة التنظيمية قال أن اللجنة خاطبت جميع الاتحادات الستة لمعرفة الممثلين بما فيها الاتحاد السعودي، والاتحاد السعودي كان قد اعتذر عن المشاركة في النسخة الماضية من البطولة.